عايش لا بسيفك ولا حسك يوم أنا ابن ما صرفش وعلم مع شبيك زي غفل عن ده فرحه ولا عيد ميلاده؟ الواد لسه ما طلعش من البيضه وعامل له ليله ولا الف ليله وليله، ايه لازمتها البهرجه دي وهو مش فاهم هو فين ولا بيعملوا له ايه؟ ازاي بيفرح ويرقص كده مع ابنه في عز اللي بيحصل في القضيه العربيه وعيال في سنه واصغر منه بيفرقوا الحياه؟ ده مسلم ده في عالم موازي. دي كانت اغلب تعليقات الجمهور بعد انتشار صور وفيديوهات احتفال المطرب مسلم بابنه اللي كمل سنه. ليه عملوا زي الفرح وليه كان بيرقص كده؟ كواليس ولقطات من حفل عيد ميلاد مسلم الصغير هتشوفها لأول مرة. مسلم كل فترة بيتصدر الترند، إما بأغنية يكسر بيها الدنيا أو باعتزاله للغنى ورجوعه، ولكن الساعات اللي فاتت تصدر الترند بسبب حاجة تانية خالص. مسلم كان بيحتفل بعيد ميلاد ابنه مسلم اللي سماه على اسم شهرته، ما هو المفاجأة إنه ما اسموش مسلم أصلاً. المكان كان في قاعة أفراح، ولكن عمل الديكورات مناسبة لعيد ميلاد، والبالونات في كل حتة، والتورتة تلات أدوار ومصممة على شكل سيمبا، وتقريباً كل الديكورات كانت بنفس الكرتون وبنفس الألوان وأغاني الصغار بترج المكان. ولكن الحفلة ما استمرتش بنفس الأغاني دي، وكان لازم يتدلعوا ويدلعوا الكبار اللي في العيد ميلاد. إطلالة مسلم رغم إنها نفس ستايله اللي الكل متعود عليه، ولكن البعض شايف إنه مش مناسب لحفلة بالفخامة دي، وكان لازم يلبس حاجة زي مراته كده اللي إطلالتها عجبت البعض وظهرت لابسة فستان سواريه ذهبي. ظهر مسلم ومراته وابنه اللي كمل سنة وهو بيرقص على أغانيه وأغاني شعبي كتير، ومبطلش رقص وتنطيط، وزي ما يكون فرح بحق وحقيقي، ولكن عمل كده من فرحته بابنه، إن سنة عدت عليه وهو بيشوفه بيكبر قدام عينيه وعايش كل التفاصيل معاه، ومش مصدق إن اللي اتولد على إيده كبر وكمل سنة، وإن اللي كان شايله في اللفة وبيأذن في ودنه أول ما اتولد بقى يجري ويلعب ويتنطط، فكان لازم يفرحه ويفرح معاه. البعض شايف إن المفروض كان عمل حاجة على الضيق، يعني بما إنه مشهور فكان لازم يعمل حساب الأحداث اللي بتحصل، ده غير ان حفلاته شغالة عادي واخرها كان في ساقية الصاوي من كام يوم، يعني لا وقف حفلات ولا ما عملش عيد ميلاد لابنه. مسلم من سنة نشر فيديو على حسابه على التيك توك وهو في المستشفى وشايل مسلم الصغير اول ما خرج للدنيا وبيأذن في ودنه بصوت جميل جدا وعجب كل المتابعين، وما كانوش عايزين الفيديو يخلص. مسلم قرر يسميه على اسم شهرته علشان يكون له نصيب من الاسم، والحقيقه هو ما اسمهوش مسلم، اسمه الحقيقي مصطفى زكريا علي، بس هم بينادوه كده علشان لقبه الاخير في العيله اسمه مسلم. ونشر مسلم صوره مع زوجته وابنه وعلق: اللهم لك الحمد والشكر، رزقنا اليوم بقطعه من قلبي، اسميناه مسلم مصطفى زكريا. مسلم اتجوز في يناير 2022، وفي نوفمبر من نفس السنه خلف ابنه مسلم. مراته بتكون مي البغدادي، ودي مشهوره برضه في مجالها، هي شغاله مصورة فوتوغرافية. محدش يقدر ينكر الشهرة اللي مسلم حققها الفترة الأخيرة وقبل اعتزاله وعودته تاني، وكل أغانيه محققة نجاحات كبيرة جدا، خاصة إنه مميز بصوته وأدائه وكلمات أغانيه. ورغم كده مر بأزمات كتير جدا في حياته، سواء مع النقابة أو لما اعتزل الفن، ولكن هو قال في تصريحاته: أنا ما اعتزلتش بجد، لكن قلت في منشورة على انستجرام إني هبعد علشان تعبت نفسيا من الضغوطات، بسبب إن نقابة الموسيقيين ما كانتش بتديني تصريحات لحفلاتي بسبب شهادة الجيش، ومؤخراً أنا بحل الأزمة دي وعانيت برضه بسبب احتكار المنتجين ليا وأنا صغير، والحمد لله مشكلة النقابة اتحلت بعد ما قدمت في الجيش وامتحنت في النقابة ونجحت الحمد لله، ومشكلتي اتحلت وحسيت إن الدنيا بدأت تضحكلي فرجعت تاني أغني. إنتوا بقى شايفين إن ما كانش ينفع يحتفل بالشكل والطريقة دي، ولا هو حر وعلشان مشهور كان لازم يعمل حاجة تليق بوضعه وشهرته؟ شاركونا في التعليقات.